أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث تكون الأجواء صافية 37 درجة مئوية، الملموسة 34، الرطوبة حوالي 40%، والرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون جيد. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا زخات من الأمطار 38 إلى 25، عرعر زخات عديد من الأمطار 40 إلى 24، وتبوك 36 إلى 22 درجة مئوية مع فرصة لزخات من الأمطار، بالتالي هناك حالة محدودة من عدم استقرار الجو تؤثر على المنطقة الشمالية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 40 إلى 29، جدة 34 إلى 30، مكة المكرمة 42 إلى 29، والطائف 29 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غير مستقرة، زخات عديد من الأمطار، الباحة 25 إلى 16، أبها 27 إلى 14، وجازان 35 إلى 29 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 36 إلى 25، الإحساء 40 إلى 24، وحفر الباطن 39 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 37 إلى 25، بريدة 37 إلى 24، وحائل 36 إلى 21 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.